طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله. اليوم الجمعة 3 أغسطس 2018، خلاص بدينا الربع الأخير من السنة 2018. جمعة بخيتة ومبروكة عليكم جميعا يا أهل السودانيين، أيها الزول وأيتها الزولة في كل مكان. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين. الحقيقة أنا جاني خاطر قبل شوية عن موضوع المثل السوداني، قال جاي يساعده في دفن ابوه دس المحافير. الامثال السودانيه دي يا اخواننا يعني وليده البيئه بتاعتها. والمثل السوداني لما نطلع ولا اي مثل في اي حته في اي ثقافه ولا في اي دوله ولا حضاره ولا كده، المثل بيكون اخذ فتره، والمثل بي بي بيوضح بيوري الثقافه وبيوري السلوك بتاع الناس والحضاره بتاعتهم. يعني عشان كده الزول لما يجي يدرس له ثقافه ولا يدرس له لغة ولا بتاع بيشوف البروفيربس، بيشوف الأمثال بتاعت فالمثل بيطلع كتير جدا جدا من الحاجات المكنونة داخل الأمة، داخل الشعب ولا كده. عندنا مثلا اللي هو يقول لك جاي يساعدوه في دفن أبوه دس المحافير. المثل ده أنا أعتقد أنه مثل يعني بيحمل توضيح وتعبير عن حاجات كثيرة موجودة داخل نفسيتنا، نحن السايكولوجية بتاعتنا. الزول السوداني احنا مجتمع قبلي، مجتمع يعني لحد الآن ملتأم، ما بنقدر نقول عن نفسنا نيشن، ما بنقدر نقول عن نفسنا أمة. احنا بنحاول نكون وإن شاء الله نكون، يعني إن شاء الله بتعاضد الناس كلهم وإنهم يرتقوا من الحاجات العنصرية والقبلية وإلى آخره، نبقى الحتة بتاعت الهوية السودانية دي إن والله كلنا سودانيين بس دي بتعبر عننا، نقدر نصلها. خلانا أقول الكلام ده شنو؟ نحن رفعنا مذكر عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، الأخ حمدي حسن والأخ الفاتح وشخصي، رفعنا مذكر للبرلمان السوداني. قلنا إنه يا أخي نحن عندنا مطلوبات محددة بخصوص الانتخابات الجاية 2020. فنحن دايرين 1 2 3 4 5. من ضمن الحاجات الطالبينها إنه يتاح لأي سوداني وسودانية إنه بترشحوا رئاسة الجمهورية. لو كان الزول ده والله هاجر من السودان مشى برا واكتسب له جنسية تانية، لو كان هو والله يتزوج له زول من جنسية تانية ولا بتاعه إلى الآخرة، فمن حقه يعني سوداني داير يساهم في حل مشاكل بلده ويجيب خبرة مختلفة. ففي ناس كتار جدا كان رد الفعل بتاعهم إنه لا زول والله سوداني عنده جنسية أمريكية ولا جنسية بريطانية ولا جنسية أوروبية ولا غيره، ما يحق له إنه يترشح. فأنا السؤال اللي كنت بسأله يعني قاعد بفكر فيه بيني وبين نفسي، يا أخي زول جاء قال لك في مشكلة، والمشكلة دي أنا دار أساهم في حلها. أنا اتولدت في القضارف، اتولدت في الفاشر، اتولدت في نيالة، اتولدت في شلتين، في كسلة إلى آخره، ومرتبط بالسودان وجدانيا ودار أساهم في حل المشاكل بتاعته. فلقيت في فرصة بتاع الترشح وأنا دار أترشح للرئاسة، بالتالي أنا هعمل كل الحاجات المطلوبة مني وهحاول أعمل كامبينينج وألم الناس وأعمل مشاريع وأخدم عشان أوري إن أنا زول كويس مستحق إنه الناس تدعمني للرئاسة. يجيك زول أنت بتحاول أسسنه تحاول تساعد في دفن أبو الزول ده، المشكلة الكبيرة الخراب الحاصل في السودان ده، يقول لك لا 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 ما دايرينه. طبعا الكلام ده يا إخواننا نشيله ونعكسه بحتة تانية. يعني المغتربين السودانيين بيساهموا مساهمة كبيرة جدا في دولاب وعجلة الدولة في السودان. حاليا الدولة فيها مشكلة بتاع التضخم واقتصاده إلى آخره. التحويلات اللي بتحصل من المغتربين ديل لأهلهم في قراهم والأعمال الخيرية اللي بيعملوها، بيبنوا مراكز صحية، مدارس إلى آخره. أسي مبارك كنت بقرأ في إنه في قرية في الجزيرة فيها مركز بتاع غسيل كلى، الناس ما عارفين إنه فيه 10 مكانات بتاعت غسيل كلى، فالناس اللي بيساهموا. طيب ليه الناس نفسهم لما يجي يقول والله عندنا ساحن في حل المشكلة السياسية ولا بتاع، طوالي نبدأ نفتش جنسياتهم وين، وإنه لا والله أخي الزول ده ما هناي. الحاجة دي أنا أعتقد إنها فيها جزء من الحسد. يعني إنه الزول الحسد ده ما هو إنك أنت بتفتكر إنه الزول ده والله ما بيستحق الحاجة دي، ما المفروض إنه يأخذها ولا كده. أخوانا السلطة دي أنا شخصيا هون دار أترشح رئاسة الجمهورية وإلى آخره، السلطة دي حاجة لعنة، السلطة دي حاجة زفتة، السلطة دي ما حاجة حلوة. أنا شخصيا أنور زول عندي حساسية عالية جدا تجاه المسؤولية بصورة عامة. يعني لو قصرت في حاجة تجاه زول في إلى آخره، بشعر بنفسي أنا ما بكون مرتاح مع نفسي، ما بكون يعني حاسي والله بالطوانينة
وانه والله انا مش سعيد انه اموت في اي لحظه ولا الى اخره. دي مشكله، دي حاجه بتخلي تعمل لك اضطرابات نفسيه. فتخيل انت تكون دار تكون مسؤول من 40 مليون روح في السودان. الحاجه دي ما سهله، كونك تاخذ قرار ظلوما جهولا بانك انت دار تساهم في حل مشاكل الناس المعقده دي، و و و ويقوم الناس كلهم يقعدوا يقبلوا كده، يفتحوا يرفعوا لك نور طويل في عيونهم ويقعدوا يفتشوا فيك، وواحد يشتمك وواحد يسوي لك. يا اخوانا ده اللي هو دس المحافير. انت اخذ دي فرصه انه انا اوريك الحاجه الكويسه اللي ممكن اقدمها لك، انت بدي دس المحافير قبل ما تعرفني. يعني خليك زول ذكي، خليك مواطن ذكي، ما تخلي الحسد بتاعك يمنع الحاجه الكويسه اللي ممكن تصلك. والكلام ده طبعا حاصل في كل المشهد السياسي السوداني. اي زول بيحاول يقدم مساهمه ولا كده، حتى في السياسيين، يعني السياسيين ده فيهم ناس كويسين، ما كلهم معفنين ولا حراميه ولا كده، فيهم ناس كويسين. الزول بيحاول يقدم له حاجه كويسه، طوال الناس الباقيين بيقبلوا فيه ورر بالرصاص، داري يرصصوه وداري يدمروه وداري يوريه انه والله يا اخي انت قايل نفسك شنو، ونحن هي اصل بتاعي بتتعامل كده، والله في سنه كده لما ما اعرف. يا اخوانا الكلام ده ما صح، ما تدس المحافير، ادوا فرصه قبل ما تهاجم، قبل ما تقول رايك. يا اخي ما تقول رايك، يا اخي ما بالضروره، ما اي زول داري يقول رايه في اي حاجه، ما بالضروره. يا اخوانا احنا ما ممكن يكون اي زول عنده راي في اي حاجه، ما ممكن. انا شخصيا انور ده هنا مش هترشح على الرئاسه، والرئاسه دي مش المفروض انها تهتم بكل حاجه، كل تفاصيل السودان. انا ما بدعي ان انا بعرف كل حاجه، ما بدعي، ولا يفترض انه كل زول يكون بيعرف كل حاجه، ما يفترض. الدنيا دي تكامل، والدنيا دي فيها تيم ووركس، الناس بتشتغل مع بعض كفرق. يعني انا عشان كده بطلب المساعده فلان فلانية، المساعده بيفتكروا انك انت ضعيف وانك اجل. ممكن دكتور منقطه، لكن الكلام ده ما صح، والكلام ده ما منطقي. انا هداري الناس على بعض يعني. فبرجع الموضوع بتاع دس المحافير، فرصة سهل. إذا كنت المغترب تطلب منه يساعد في كل حاجة، تخد تويتا نمرة واحد من غير ما تخد تل الرغبة الدائر ولا بتاع. فيا أخي الزول ده كمان ما عنده جانب تاني ممكن داير يساهم فيه، ممكن داير يحكمك، ممكن داير يغير. ريالاتهم ودراهمهم وشينين وكي داير يقولوا رأيهم السياسي، كلام ده ما صحيح. الناس تبقى تعاين. يا أخوانا المسألة دي مسألة حقوقية، اي مواطن سوداني من حقه انه يترشح لاي منصب سياسي ولا دستوري. انا شخصيا لو بقيت رئيس علي الطلاق، اخلي الحكومه دي اخر حته الناس يشتغلوا فيها، لانه تكون شفته شديد وكريه جدا جدا على الوظيفه الحكوميه، بدل الكلام الحاصل الفساد والكلام الفارغ ده. المهم ارجع عليكم اخواننا، ادوا الناس فرصه. انا ده لو في 500 الف مرشح داري ترشح، انا ما زعلان، انا مبسوط، لانه بالتالي بيكون في تنوع في الآراء، بيكون في فرص بتاعتي انه تكون في حلول. يعني انا عندي فرصة بتاعتي انه انا اتعلم حاجة جديدة من زول جديد قال حاجة. انا ما بحسد زول ولا بزعل منه انه دار يترشح، ولا بفتكر انه كله من هبة ودبة، لا لا. القرار بتاع انه دار يترشح ده قرار كبير فيه مسؤولية، وبيفتح المجال لانك انت تنتقد وتبقى في سيرة كل زول البسوة الى اخره الى اخره. فما قرار سهل، وانا ما بفتكر انه مسؤولية يعني سهلة. فبالتالي اي زول يأنس في نفسه الكفاءه ليش نو يا اخي عمر البشير ده احسن. عمر البشير ده بيعرف شنو؟ ما بيعرف ايش. انا شخصيا نور ما بعتقد انه بيعرف اي حاجه والله. ولو كان يتعلم حاجه واحده بس في 30 سنه الفات دي، كان الليله يكون بس يكون عنده دم ويمشي يخلينا يعني في انه نبني الامور مع بعض، يعني بدل ما انه نقعد نكسر بعض. الفكره الحزبيه في السودان طبعا فيها مشاكل شديده جدا جدا. في رؤساء احزاب يا اخي، في رئيس حزب لما كان رئيس وزراء كان امي الله يرحمه عمرها 5 سنوات، الكلام ده 264 ولا شو. فيا اخواننا الشباب ادونا فرصه، ادونا فرصه نحن ديل عشان نوري البلد بتاعتنا ممكن تمشي كيف. والناس ما تدس المحافر، الناس تساهم مع بعض وتدي فرصه لبعض على اساس انه البلد يعني تمشي لقدام. والله من وراء القصد، جمعه مبروك وبخيت عليكم جميعا ايها الزول وايتها الزوله. السلام عليكم.